حبايبي الحلوين، بتأسف جدا للانقطاع الفترة اللي فاتت، ما نزلت أي حاجة جديدة. وبالنسبة نسبة لأنه أنا برا البلد، برا السودان في أمريكا كنت، إن شاء الله السودان ينعم بالرخاء والطمأنينة والسلام، وأكيد مدنية. أنا مع أخوي عادل الحسن في الاستوديو بتاعه، أكيد هتسمعوا حاجات جميلة جدا وكمية من الشعراء والملحنين، إن شاء الله حاجات تعجبكم، وأكيد منتظر آرائكم. جبر الله.